كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نوجد معكم العجين ديال الاستعمال. نقدروا نستعملوها في البيتزا، نستعملوها في لي شوسون، نستعملوها في الخبيزات معمرين. المهم بسم الله عليكم. طحين رطب، زلافه ديال الطحين رطب وزلافه ديال الفينو وثلاثه المعالق ديال الحليب المجفف، معلقة ديال الزعتر المطحون. غنعملها في واحد المذاق مختلف. معلقة، نص معلقة ديال الحارة، راه جربوها كتجي خطيرة في المذاق. نص معلقة ديال الإبزار، نص معلقة ديال صبر مطحون، الملح حسب الذوق، ندير معلقه صغيره عامه مزيان ديال الفلفل الخميره. انا غادي نجمعوا المكونات مع بعضهم بالماء اللي هو دافي. في الاخر غادي نقول لكم شحال خدات لي ديال الماء بالضبط. غادي نجمعوا المكونات مع بعضو. الزيت غادي نضيفه حتى غادي تخمر لينا العجينه الخمره الاولى، وعاد غادي نضيفو الزيت. نخليوها تختمر تقريبا واحد الساعة كاملة، نغطيوها بالسلوفان كتجي بحال هكا. خدات لي مع خدات لي الماء لترو قل كاس، لترو قل كاس ديال الماء. هاد الحجم هذا تقدرو تعملو كمية أقل من أنا استعمال. غادي نستعملو جوج استعمالات هاد العجين، هذا غادي نستعملو جوج استعمالات. غادي نغطي العجين ديالي وغادي نخليه يختمر كما قلت لكم مدة ساعة كاملة، حتى غادي يطلع معاها مزيان. عاد غادي نعاودو نكملو له العجين، وراه ما كيحتاج لا ذلك لا حتى شي مجهود لا حتى شي حاجه. كتجي عجينه سهله ومذاق رائع واقتصاديه في نفس الوقت. اللي ما عندوش الحليب المجفف يقدر يستعمل الحليب عادي. دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها تختمر، نرجع معكم نوريكم الطريقه كيفاش غادي نكملوها ان شاء الله. بعد ما درنا العجين تخمر غادي نوجد معكم الحشوه ديال البيتزا. حشوه البيتزا غادي نحتاجو فيها أربعة ديال البصلات مشلضين بحال هاد الطريقه، خمسة ديال الفلفلات مشلضين حتى هما مقطعين بحال هاد الطريقه. عندنا هنايا هاد الكفته، كزبر والمعدنوس مقطعين، الابزار سكنجبير والخرقوم عندي مخلطين، الملح حسب الذوق، والزيت الزيتون اللي غادي نشحر به المكونات. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا نشرمل الكفته ديالي هي الاولى. عطري الكفته الربع شوية ديال الابزار، عندي راه مخلط كما قلت لكم، الملح، الملح كيبقى حسب الذوق. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم.
المقله. دابا غادي ندوزو نشحروا المكونات. غادي نحطو المقله ديالنا. دابا غادي نشحروا غادي نستعملوا لا زيت لا حتى شي حاجه لان هي غادي تطلق لي دم ديالنا. دابا غادي نشحر التباقي ديال المكونات. غادي عندي طنجره غادي نشحر فيها ندير زيت العود بصله نعمل لك صلاة الدبلة مع بعضياتها. غادي ندير الدبلة ندير العطرية نبزر الملحة الملحة كما سبقت لكم كتبقى حسب الذوق حسب يعني الحجم اللي غادي تستعملو انتيا. انا عندي يعني درت حجم عائلي ندير بيتزا كبيرة اختيارك. ندير عطرية ديال الكفتة غادي نسم بيها حتى هي باش كيجي المذاق مقترب. غادي نخلطو المكونات وغادي نخليهم كيتشحرو حتى غادي يطيبو لينا وتنشف لينا من الماء لأن البصلة والفلفلة كتطيب في الماء. غادي نخليهم حتى يطيبو وينشفو وغادي نحطو عليهم البوطة. فهنا الكفتة ديالنا راها طابت كما كتشوفو كتجي على هذا الشكل رائعة. واحد الربيحة طالعة منا يا سلام. غادي نحتفظو بها حتى غادي نبداو نعمرو ان شاء الله. خليو هادو يطيبو كملو الطياب ونرجع معكم نوريكم كيفاش غادي يجي. الحبايب ديالنا دابا الحشوة ديالي من بعد ما طابت الفلفلة والبصلة كما كتشاهدو كتجي معي السلة يا سلام وكتنشف هانت ما كتنشف. صافي دابا غنطفيو عليها النار وغادي نخليوها حتى تبرد باش نعمرو بها البيتزا ديالنا. من بعد ما العجينه راه خمارت كما كتشوفوا معايا راه بزاف لان الحجم ديالها غادي نكملو العجن. دابا غادي نضيفو لها كنز ديال الزيت زيت العود كنبقاو كنخويوها من داك الريح اللي فيها. غادي نبقاو كنضيفو في الطحين حتى غادي نجمعو العجينة. دابا الطحين ما نقدرش نقول لكم بالضبط شحال، المهم نتوما حتى غادي تحصلوا على العجينة مجموعة ما قاصحة ما مفروقة ما قاصحة كما كتشاهدوا معايا. كما كتشاهدوا معايا كنضيف في الدقيق شوية بشوية تدريجيا باش حتى كنوصلو للعجينة اللي حنا باغينها القوام اللي باغين حنايا. راه ما كتحتاج لا دل لا حتى شي حاجة لا مجهود لا والو.
الطريقه ورجعوا عليا الخبر، كتجي روعه روعه. خمرناها المره الاولى لمده ساعه، دابا غادي نخمروها المره الثانيه مثلا شي ربع ساعه نص ساعه الا كان الحال بارد نص ساعه. كما كتشاهدوا معنا القيمه حصلناش على القوام اللي بغينا، القوام اللي كنحصلوا عليه الحبايب ديالي. دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها تختمر لمده، كما قلت لكم الا كان الحال بارد نصف ساعه، الا كان الحال جا سخون ربع ساعه هكا. هذه هي العمليه ديال الاختمار، هذه هي اللي كتكون بلاصه الدلك، وهي العمليه ديال الاختمار وكتجي احسن. دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها حتى تطلع لينا ونرجع معاكم. الحشوة الثانية ديال الشوسو صافي، غادي نحتاجو فيها ثلاثة ديال كاشير محكوك، علبة من الطون، الزيتون مقطع، هادي هي الحشوة اللي حضرنا معكم ديال الفلفل والبصلة، خدينا منها زلاف. غادي نخلطو المكونات مع بعضياتهم، هاد الحشوة هادي غادي نعمرو بها الشوسو. كما سبقت وقلت لكم بلي عندنا العجينة، غادي نحضرو بها جوج ديال الحاجات، غادي نحضرو بها جوج حاجات بيتزا ولي شوسو. هادي هي الحشوة، كتجي لذيذة وزوينة. صافي دابا غادي نحتفظو بيها ونشوفو العجين ديالنا. العجين ديالنا راها خمرت طلعت كما كتشوفو، غادي نبداو تنقسموها. كما كتشاهدو معايا العجينة ديالنا بدات تفوت الحلة تحت العمل، غادي نقطعها غادي نبقى كنطلق فيها بالفينو. كما كتشاهدوا معايا غادي نبقى نطلق فيها شويه بشويه، كنصفخ شويه الحجم. راه عندي طاوه كبيره داكشي كتشوفوا الحجم كبير كما كتلاحظوا، قرب الكاميرا كما كتلاحظوا عن ديك السحتر وديك القزبر يابس وديك الحراره اللي عملت كيفاش كيجي اللون ديالو رائع في العجينه. غادي نكملوا ديالنا، راه حنايا طلقنا العجين دابا غادي نبداو كنثقبو بها فيها بواحد الفرشة كما كتشاهدو معايا بحال هاد الطريقة. غادي نكملو التثقيب كامل ونوريكم كيفاش غادي تجي. دابا الحبايب ديالنا راه حنايا كملنا التثقيب كما كتشاهدو معانا كاملة، الفرن راه عندنا سخون
غادي ندخلوها الطيب نص طيبه وغادي نخرجوها باش نعمروها. مليح ناقصناها قبيله. غادي نطلقوها باش نعدلو نيش الصون العجين على هذا السمك هدايا. غادي نبداو كنقطعو فيها. انا غادي نستعمل الزلافة لان بزاف الناس ما عندهمش القطاعات ولا حسب الحجم اللي بغيتي انتي. غادي نستعمل الزلافة بحال هكا. غادي نكمل كاملة قطع من بعد غادي نوريكم. من بعد ما قطعناهم على هذا الشكل غادي نبداو نعمرو فيهم. غادي نعمروهم بالحشوة اللي وجدنا معكم من قبل. ما عمرناهم كاملين غادي نبداو كنطويوهم على هاد الشكل هاي بشوية وكنبقاو كنلصقو العجينة مع بعضياتها كما كتشاهدو. معكم واحدة أخرى بحال هكا كندوها للثانية. كنبداو كنضغطو عليها من الجناب باش كتلتصق معنا. من بعد ما شكلناهم كما وريتكم غادي نبقى كنضغط عليهم بالفرشيط باش كيزيدو يلتصقو وحتى كتجي ديك كيجي ديك الرشمة زوينة فيهم كما كتشاهدو بحال هكا. غادي عندي هنا اصفر بيضة خلطتو مزيان غادي نبقى كندهنهم الوجه ديالهم بحال هاد الطريقة. دهناهم كاملين غادي نرشو عليهم قليل من الحبة السوداء. من بعد ما كملناهم كاملين دابا غادي ندخلهم الفران يطيبو لدرجة الحرارة متوسطة. غادي نشعلهم غير من التحت ونخليهم يتنفخو ويطيبو من بعد غادي نشعلهم من فوق ويتحمرو. طيبنا العجين غادي نعمروها غادي نوضعو الصلصة ديالو. الصلصة ديالنا بحال هاد الشكل عليها كاملة. غادي نبقاو كنهضرو البصلة وفلفلة كما كتشهدو حتى غادي نسرحو عليها كامل. من بعد ما سرحنا الفلفلة وبصلة غادي نقطعو الكفتة من فوق منو. ندخلو الطاولة ديالنا الفران يدوب الفرماج ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. وي الحبايب ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا وليشيسو. كنتمنى يا ربي الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف.